دي يا جماعة طبعا شدت السقف زي ما انتوا شايفين كده، دي الجاكات، ده طبعا السقف مش دوت خشب طبعا، لسه الخلطة اللي هي الخرسانة لسه طبعا مش موجودة على السقف. وكذلك انت يعني لو نلاحظ ان السقف منور وبس مشدود وعليه الحديد. طبعا دي الجاكات اللي تشيله، ودي طبعا اللايات اللي هي بتاعت الكهرباء. زي ما انتوا شايفين كده، ده طبعا يعني الناس اللي عملوها طلع عينهم صراحة، ان الجو جدا حار حار حار. فربنا يعين والله كل حد يعني شغال على دراعه، الله يعينه يا رب، الله يعينه.